بانجا راديو دبانجا راديو دبانجا راديو دبانجا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبانجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة البرهان في ضيافة موسيفيني، ما الذي يمكن أن تقدمه يوغندا للسودان؟ الحكومة بشقيها النظام العسكري لم تتفق على مقابلة إسرائيل ولم تتفق بعد على مسألة التصدير. بنك السودان يضع سياسة جديدة لتصدير الذهب. بالعكس القرارات زي دي قد تكون مضرة أكثر من أنها مفيدة، لأنها ما مدروسة وما مؤسسة لأي تجربة. غلاء الأسعار يطحن المواطن، فماذا تفعل السلطات؟ أنا بتذكر بأنه السكر ده بـ 19,000 فجأة أصبح صباح يعني بقى بـ 21. ولدينا مواد أخرى ستستمعون إليها في حينها. نستهلك العادة بعناوين الأخبار وزميل أمين رمضان. المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تعلن عن مقتل شخصين ونهب 4 عربات بينها عربة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في حادث نهب مسلح بولاية وسط دارفور. لجنة الأطباء الموحد تقول إن قوة من الأجهزة الأمنية الإنقلابية اقتحمت بنك الدم المركزي بالخرطوم في 17 مارس وهشمت زجاج أبواب المبنى وروعت العاملين به وسرقت هواتفهم. مصادر تكشف مواصلة أفراد الأجهزة الأمنية في ترويع المواطنين ونهب ممتلكاتهم بالقرب من مستشفى الزيتونة في الخرطوم. لجنة المعلمين المركزية تعلن مواصلة التصعيد وتكشف عن جداول إضرابها لشهر مارس. المكتب القيادي للتجمع الاتحادي يطالب إطلاق سراح جميع المعتقلين من أعضاء لجنة إزالة التمكين وثوار لجان المقاومة وجميع المعتقلين السياسيين. البرهان ومسافين يبحثان في كمبارا تطورات الأوضاع في السودان وسبل حل الأزمة السياسية. الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة والناطق باسم الحرية والتغيير يقول إن الوضع في السودان يحتاج لإطلاق عملية سياسية يسبقها تهيئة بيئة ملائمة تشمل إيقاف القتل وكافة الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان. بنك السودان المركزي يصدر قرار بحظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية والأجانب أفراد وشركات عدا شركات الامتياز العاملة في التعدين، والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل يقلل من أهمية القرار. سعر الدولار يشهد استقرار في البنوك بينما واصل في الصعود في السوق الموازي ليوم الجمعة. لجنة إزالة التمكين المجمدة تعلن عن شروع اللجنة الإنقلابية في إرجاع المنهوبات العامة المستردة والتخلص من الأصول عن طريق البيع وتحذر من الخطوة. والي غرب كردفان خالد أحمد جيلي يؤكد التزام حكومته بتوفير الخدمات الأساسية وبسط الأمن في محلية الميرم المتاخمة لدولة جنوب السودان. السلطات بمحلية العباسية تقل بولاية جنوب كردفان تعلن عن ضبط أكثر من 100 دراجة بخارية وعدد من الأسلحة قالت إنها تستخدم كأدوات لارتكاب الجرائم بالمنطقة. التنسيقية العليا لأبناء الرحل بولاية غرب دارفور تصف تصريحات والي الولاية خميس بكر الخاص بالصراعات في الولاية بأنها غير محايدة. غرفة البصات السفرية تعلن عن زيادة 40% في تذاكر السفر. المواطنون والتجار في سوق الفاشر يشكون من زيادات كبيرة خاصة في سلعة السكر. شكرا أمين. زار قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان يوغندا والتقى بنظيره يوري موسيفيني، فما الذي تعنيه هذه الزيارة وما هو الغرض منها؟ الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ فيصل الباقر تحدث لجولة السودان اليوم حول هذا الموضوع. زيارة الفريق البرهان ليوغندا واضح أنها هي مواصلة لزيارته الأولى ليوغندا اللي تم فيها مقابلة رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، وفي ذاك الوقت كان الفصيل الأممي في الحكومة عنده ما يمكن أن يقول لا، وبالتالي وجه تلك الزيارة في ذلك الزمان باعتراضات أبرزها اعتراض سجل وزير الإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح، وملخصه الحكومة بشقيها النظام العسكري لم تتفق على
مقاومة إسرائيل ولم تتفق بعد على مسألة التطبيع. بعد 25 أكتوبر 2021 هذا الانقلاب في كامل باسم هذا الانقلاب فتح الباب واسع للبرهان لمواصلة ما بدأه في الزيارة الأولى حول مسألة التطبيع الإسرائيلي السوداني. وكان تواصلت بعد ذلك اللقاءات بين ما يسمى بالخبراء العسكريين أو الخبراء المثاليين والعسكريين السودانيين إيهابا وإيابا، وكانوا بيجوا والإسرائيليين بيجوا وبيزوروا المؤسسة العسكرية نسميها، كذلك عسكريين يذهبوا إلى إسرائيل ويزوروا إسرائيل هناك. والآن واضح أنه زيارة البرهان لكمبالا الهدف الأساسي منها هي تسريع هذا المشروع، مشروع التطبيع، لأنه توقف فجأة، يعني توقف فجأة. عموما المسلمين السودانيين دائما يدعوا أنه التطبيع مع إسرائيل أو العلاقات مع إسرائيل الهدف بتاع اقتصادي، ويتحدثوا دائما عن التقنية الإسرائيلية الزراعية العالية الممكن يسدد منها السودان. لكن في الحقيقة الهدف الأساسي من هذه الزيارات هو المسألة بتاعت إسرائيل والتطبيع مع إسرائيل. القصد الأساسي فيه هو إسرائيل تبحث عن منفذ في البحر الأحمر، وتبحث عن قواعد، وتبحث عن وجود في البحر الأحمر، وتعترض إسرائيل وفق ما رشح في عدد كبير من الصحف والمجلات والإذاعات والأخبار العالمية إن إسرائيل تعتقد إن السودان ممكن يكون بوابة جيدة جدا للعلاقات الإسرائيلية الإفريقية، وفي البال إنه دول إفريقية مجاورة عندها علاقات جيدة مع إسرائيل. واضح إنه برضو البرهان بعد ما ذهب إلى يوغندا كامبالا سافر من هناك إلى جنوب السودان، وده برضو يؤشر إنه مسألة التطبيع في البال وكذلك المسائل الأمنية. البرهان سافر معه وزير الخارجية المكلف على الطريق، وسافر معه مدير المخابرات، وده يؤكد إنه الزيارة عندها طابع استخباراتي وأمني، وممكن يقابل مسؤولين إسرائيليين. وعادة اللقاءات الشبيهة بتتم بسرية تامة، ودائما برضو الغلاف بتاع أو بتغلف بأنه استقر رئيسان مثلا موسفيني والبرهان وتحدثوا عن علاقات الثنائية وتطوية وإلى آخر اليوم. نعم. ودي ما عاد الناس يعني تمر على الناس. طيب يعني إذا نظرنا لحقيقة أن البرهان ده قائد انقلاب حصل في السودان، انقلاب يترنح يعني من ما عمله، الأمور تزداد سوء كل يوم، وفرصة بقائه في الحكم هي فرصة ضعيفة لأي ناظر يعني من الخارج بيشوف الحاجات عاملة كيف ويشوف الحراك في الشارع. إسرائيل بتراهن على البرهان لسه بتفتكر؟ عادة الأنظمة التي تشبه نظام البرهان إسرائيل بيكون لها يعني كل مساعي، لأنه هو البرهان أيضا بيحتاج دعم، بيحتاج تأييد، بيحتاج إذا مثلا البرهان عايز الدعم الأمريكي، تأييد الأمريكي وتوضيع مع أمريكا والأخيري، بقول له والله يا أخي إذا عايز أنت هذه الدعومات عليك أن تتوضع مع إسرائيل. إذن البرهان يبحث عن حتة يعني قشة يتمسك بها في سبيل استمرار هذا الانقلاب واستمرار انقلابه. عموما هل نذكر المثل الشهير أنا حاول ليكون يعني المثل بإسرائيل بهبان أو حيرع، لأنه هذا الشعب ثورة واضحة، حرية سلام وعدالة، والبرهان فعل ما لم يفعله أي يعني عسكري سابق في العنف والقتل والتبكيل وضيع السيادة إلى آخره. البرهان يعني بغض النظر إذا التقى مع إسرائيليين أو ما التقى مع إسرائيليين لن يغير ذلك من المشهد السوداني الساخن. نحن نشوف الشباب والشابات يخرجوا في مواكبهم، في مظاهراتهم، في مسيراتهم بشكل منظم وأكثر تنظيم وأكثر وعي
وده يطلق يعني البرهان ويطلق المجموعات الإقليمية اللي عايز السودان يكون دائما تحت الوصاية الأجنبية. أستاذ فيصل باقر، أنا شاكر لك كثير الشكر على حديثك لبرنامج جولة السودان اليوم. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. ورد في الأخبار أن بنك السودان بصدد وضع سياسات جديدة فيما يتعلق بصادر الذهب، وأن البنك يحظر تصدير الذهب للأفراد والجهات الحكومية والأجنبية، وسيقتصر التصدير على شركات الامتياز العاملة في مجال التعدين. في جولة السودان اليوم تحدثنا مع المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل حول جدوى هذه الخطة. أنا أعتقد أن الذهب أصل المشكلة في السودان هي مش الجهات المتصدرة، لكن أي جهة تصدر الذهب عن طريق القنوات الرسمية والموارد بتاعت العملة الصعبة تمر عبر البنوك ما في مشكلة، لأنها بتكون جزء مرصود في ميدان الدفعات والميدان التجاري للسودان. لكن المشكلة في التهريب، مشكلة الحكومة أسهل اللي هي ما قدرت تواجهها، أنه الناس اللي بيهربوا الذهب وكمية التداول بتتهرب كم هي أكثر من نص الذهب اللي بيصدر بطريقة رسمية. هي دي المشكلة، الحكومة المفروض تواجه المشكلة دي. لكن أي ذهب يتوجه يتصدر عن طريق القنوات الرسمية بنعرف أنه حجم المبلغ الذي تم بيعه كم، وهو بيكون جزء من ميزان المدفوعات الدولة ممكن توجهه حسب أولويات الاستيراد. لكن المشكلة الأساسية هي مشكلة الذهب اللي بيهرب والبيهرب الذهب منه، هذا سؤال. طيب يعني في الحالة زي دي القرار ده هل عنده أي معنى ولا هو قرار صور رسالة؟ ما عنده أي معنى، الحكومة تعرف تماما منو بيهرب، والتهريب ده أغلبه قاعد يتم عن طريق المواني الرسمية للدولة، وعندها القدرة إذا هي كانت عندها الإرادة كأنها توقف التهريب ممكن توقف. نعم. طيب يعني خلاف الإجراءات البوليسية حقت ما في اقتصاد في العالم بحلو بإجراءات بوليسية، ودائما في الدول الديكتاتورية الفساد بيكون مؤسسي في المؤسسات ذاتها، المؤسسات البنوك باحظ الامن والقانون بيكون جواها الفساد، فدي مشكله. يعني البنوك معروف انها برضه تبني رصيد من الذهب عشان يعني تحافظ به على قيمه العمله. الحقيقه البنك المركزي طبعا ده الجولد ستاندرد، طبعا ده اتلاشى من سنه 71، لكن اذا كان عندك رصيد من الذهب طبعا ده بيديك القدره انك تتدخل بانك تبيعه اذا كان دار ترفع قيمه عملتك، لانه بتبيعه بعملات حره. نعم. الجولد ستاندرد اللي هو ده ما يعرف باتفاقية بريتن وود الوقعة 45، ده اتلغى في سنة 71 لما نيكسون رفض يدفع وجية بتاع الذهب لأي 37 دولار يطبعه، وبالتالي انتهى الجولد ستاندرد. لكن ستيل أي بنك مركزي عنده احتياطي من الذهب، لأنه بيبيع الذهب إذا ده يرفع من قيمة عملته في حالة تضخم. ويعني هسه بنك السودان عنده الفرصة دي أيضا في أنه يشتري ذهب، ويعني ممكن يساعده في الحفاظ. بنك السودان ما بيقدر يكون احتياطي لأنه عنده عجز كبير، أنت بتكون احتياطي يمكن لما يكون عندك فائض، ما أنت عندك احتياجات بتاعت الاستيراد وعندك موارد اللي هي مباشرة ومنظورة وغير منظورة، المنظورة من التصدير العادي والغير منظورة من المغتربين والسياحة والحاجات الثانية. فأنت السودان قال محتاج لحوالي 10 مليار دولار للاستيراد، وصادراته لا تتعدى الأربعة والخمسة مليون، معناتها عنده أكثر من 50% عجز، وبالتالي ما بقدر يكون احتياطي لأنه أنت معجز، أنت مفروض تسد العجز عشان تكون احتياطي، زي أنت عندك مصروفات مرتبة ما بيكفيك ما بتقدر توفر. طيب يعني بالنسبة لزول ما عنده أي فكرة عن أنه البنوك عاملة كيف ولا السيستم الاقتصادي عامل كيف، البنك لما يكون مطلع قرار زي ده بالحظر هل هو عنده آليات للمراقبة وبيقدر بيراقب الجهات والأفراد اللي ممكن يتورطوا؟ الاقتصاد السودان ده مدار بطريقة أتوك، ما عنده أي مؤسسية وقائبة لكل الأسس العلمية سليمة والأسس الممارسة تجربتها وممارسة، فبالتالي في تخبط في إدارة الاقتصاد وده نتيجة للخراب المستمر اللي احنا عايشين في تخبط مستمر، النازل عايشين في تخبط مستمر، فبالتالي هم ما حيصنعوا اي حاجه. بالعكس القرارات زي دي قد تكون مضره اكثر من انها مفيده، لانها ما مدروسه وما مؤسسه لاي تجربه. انا زي بقوم مع صباح يحلموا لهم بحاجه يطلعوا قرار، فدي مشكله. نعم دي مشكله. استاذ حافظ اسماعيل انا شاكر لك كثير على هذه الايضاحات. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. شكا المواطنون بمدينة سنجا بولاية سنار من زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية مع اقتراب شهر رمضان، بينما أكد تجار ضعف الإقبال على الشراء.
وأفاد مواطنون أن الأسواق بالمدينة تشهد زيادات كبيرة وتذبذب في الأسعار خاصة السلع المتعلقة بشهر رمضان. المواطنون في جميع أنحاء السودان يرزحون الآن تحت الفقر وانعدام الدواء وارتفاع أسعار الغذاء في ظل وضع ليس فيه أي بارقة أمل لمخرج من هذه الأزمة، كما عبر أحد المواطنين من خلال مليونية غلاء المعيشة أمس الخميس. أخرج اليوم 17 مارس مليونية غلاء المعيشة بعد الإجراءات التي ادعوا أنها تصحيحية، وصل بنا الحال إلى أن وصل بنا الفقر حد المتربة والجوع حد المصغبة. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا تريدون أن تفعلوا بنا وبأهل السودان؟ جربتم فيهم كل الصنوف، تجويع، تشريد، إرهاب، قمع، تهجير، إبادة جماعية. إلى أين أنتم بنا ذاهبون؟ اليوم الدولار ب700 جنيه، نعيش كيف نحن ونربي عيالنا كيف؟ نمرق نخلي ناكل البلد يعني؟ قسما بالله انتو يا نحن، يا انتو يا نحن في البلد دي. ما ممكن. ليه؟ عشان شنو؟ مشبثين بكراسيكم وقاعدين ليه؟ أجابكم منو؟ أدائركم منو؟ يا أخي انكشفوا أمشوا. غوروا أمشوا. بلد ما يغوروا إلا الجهل والمخلفين وجهة المتعلمين. ليه؟ نحن غادرين على صحتنا وحوالنا ومعيشتنا. أخطونا الله يهدينا ويهديكم، ما دارينا نشوفكم. وفي غرب السودان ليس الوضع بأفضل من بقية أنحاء السودان، كما ظهر من حديث بعض التجار في سوق مدينة الفاشر لراديو دبنجا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا المواطن والتاجر بالسوق الكبير عثمان عبد الكريم بشير. طبعا بالنسبة للأسعار ده يعني بصراحة تذكر يعني الأسعار دي يعني فيها ما 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 ما, ما حقيقي يعني. أنا بتذكر بأنه السكر ده ب19,000 فجأة أصبح الصباح يعني بقى ب21، اليوم الثاني عمل 25، في حين أنه بأنه كل السكر الموجودة كان موجودة في الفاشر، لم يصل من خرطوم، موجودة في الفاشر. التجار أو الموردين اللي هم أساسا مسؤولين من السكر يعني شغالين شغل بتاع البورصة، الدولار اليوم بكم وفي المصنع اليوم بكم، وطوالي في نفس الأشياء حصل في الخرطوم أو حصل في المصنع أو الدولار ارتفع السعر العالمي، هم بيحطوه هنا والسكر موجود في المخازن في الفاشر ليس في الخرطوم. هذا يعني وخاصة يعني 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 الشغلة كده ما 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 يحو. والحاجة الثانية كل ما يعني قرب شهر رمضان يعني فضل له أسبوعين ثلاثة أسابيع كل الأسعار ده بتقوم، كل الأسعار ده بتقوم، ودي شيء يعني يعني متفق عليه كل التجار الموردين يعني في الفاشي سواء كان في الخرطوم سواء كان كل يعني مسؤول من كل التجار بتاع السودان. وثانيا يعني حتى المسؤولين مسؤولين في الدولة هم برضه يعني مشاركين في الحكاية ده كويس. يعني احنا كتجار بتاع القطايا يعني بنسمع كلام ما كويس من المواطن. السكر اليوم ب 180 فجأة لما يجي يلقى ب 200، فقوم بقول لك يا اخي الكلام ده ما كويس، وانتوا ناس استقلاليين وانتوا ناس كده وانتوا ناس كده. اضافه لذلك شوف الكشات الموجوده يعني دي الناس مساكين يعني قاعدين بيفرشوا بياخذوا حقهم يعني عشان شهر رمضان. الكشات يعني موقف الانوات ما يشتغل والاسعار مرتفعه في السوق نار. دي زول مسكين يا اخي انه برويته يعني شغال في السوق عنده يعني حاجه بيفرش في السوق يعني ناس الطماطم ناس الخضار الحياه دي كلها يعني على الاقل يعني صح التنظيم هو واجب بتاع السوق، لكن يكون في يعني يكون في في في, في تنظيم ما كش عامه عشان تصادر له حقه وتشيل حقه وتدرده وتخرم الكلام ده ما 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 ما, ما جايز يعني صح. يعني السوق لازم يكون منظم، لازم يكون واجهه بتاع السوق والباكس المدينه كويس، ونحن متفقين على الكلام ده. لكن المواطن المسكين ده يا اخي بالله يديه يعني فرصه ونزم له الشارع وخلي شارع بتاع المره وشارع بتاع العربات الماشيه وبعد ذاك. ثاني ذات ما ممكن انت تفتح شارع للعربات يخش جوا السوق بدون اي يعني شيء وتطرد المواطن المسكين يعني. هذا كله ما في الامر يعني. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاسم عبد اللطيف احمد محمد ياسين، السوق الكبير عمارة البرتقالية. أصلا الأسعار مرتفعة
التجارة بقت مهدد في يد الناس معينين، أي ترتد عليها ناس معينين، بالذات السكر والزيت يرتفع على كيفهم وينزل على كيفهم. السكر كان أصلا ب17,000، وبعد ما رمضان فضل له 40 يوم السكر بقى ب26,000، والزيت كان أصلا ب13,000 وهسه بقى ب22,000. قالين يقولوا ما يرتفع الدولار، لكن الشغلانية ما عنده ارتفاع مع الدولار. وكان عندنا مواد، عندنا بعض البضائع بيجي من ليبيا، وحصل بعض المشاكل كده وقفلوا ما قاعدين يجوا. وثانيا عندنا مشكلة بتاع السكر ده هم شايفينه لنا، والشغلانية بدأت في يد الناس معينة، يعني ما قدرنا نركز في التجارة، التجارة بدأت متدهور بيننا. هاي في خسارات وفي ربح مرات، يعني أصلا ماشي. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. بدأت عمليات حصاد القمح في مشروع جزيرة عقب موسم زراعي يحذر الكثير من المزارعين من خطورة عواقبه عليهم. المزيد في تقرير الزميل حسين سعد. مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم خصصناها لعمليات الحصاد لمحصول القمح في مشروع الجزيرة والمناجل. وفي هذه الحلقة استمعنا إلى عدد من المزارعين وسألناهم عن عمليات الحصاد وعن المشاكل الواجهت زراعة محصول القمح منذ بداياته، وده أيضا تناقصت المساحات اللي كانت تهدف بزراعة القمح من 400,000 فدان إلى 250,000 فدان. معا نستمع إلى عدد من المزارعين لإفاداتهم حول حصاد القمح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. طيب الإمام جودة مزارع مركز 91 سرحان. نتكلم عن الشيء التركيزي بتاع الموسم 21-22، موسم القمح اللي هو المخزون الاستراتيجي للدولة. السعر 43,000 سعر ما مجزي على الإطلاق، سعر أقل من التكلفة بكثير، وأسهم القمح صاحبته إخفاقات كبيرة جدا جدا من الدولة والبنك الزراعي. الدولة ممثلة في وزارة المالية وإدارة مشروع الجزيرة. السنة المدخلات تأخرت من المواعيد أكثر من 20 يوم قرابة الشهر. نحن منتظرين المدخلات، ودي واحدة من الأسباب اللي أدت إلى تدني الإنتاجية. تأخير الزراعة في مواقيتها بتقلل من الإنتاجية تقريبا 30%. أضف إلى ذلك سماد اليوريا ما جانا إلا بعد ما انتهت فترة التسميد، اللي هو القمح جابوا لنا السماد في المويه الخامسه وما كان عنده اي معنى ولا كان عنده اي فائده، بل كان زياده تكلفه وبسعر خرافي. البنك الزراعي ايضا ما جاب السماد، ولما جابوا للناس بالكاش. البنك الزراعي تسبب في اكبر كارثه لرفع اسعار السماد من 22 ل 50,000 في بعض المناطق، والسبب كان البنك الزراعي، لان البنك الزراعي لما كل السماد في السوق واحتكر عنده وبعض المزارعين ب 31 وما قدر يوفي حتى الكميات المحتاجة لها. الناس ما قدروا، جاب جزء بسيط وكميات مقطعة مما اضطر الناس انه يشتروا من السوق. فالكميات المقطعة دي عدت فجوة في السوق، خلت الناس يشتروا والتجار كل يوم يزيدوا في السعر. في نهاية البنك الزراعي وقف من اليوريا والسوق ولع، حصل 50,000. الشوال والإدارة كأن الأمر لم يعنيها. يبقى الآن الدولة المفروض تتحمل مسؤوليتها تماما، والبنك الزراعي يتحمل مسؤولية الإخفاق، لأن المزارعين حيخشوا السجون بسبب عدم إكمال المدخلات. الحاجة الثانية، الآن أنا أحدثكم من سرحان. إحنا أمس واليوم بدينا حصاد. الإنتاجية في منطقة سرحان ما بنجز بها مشروع جديد ولا المناجل. الإنتاجية في سرحان مختلفة، لأننا سرحان استخدموا التغانة واستخدموا المكنة الزراعية منذ 4 سنوات. المنطقة في سرحان اختلفت تماما وانتاجيتها مختلفة، فهي ما مقياس لمشروع الجزيرة والمناجل. دي اجتهادات شخصية ما لها علاقة لا بالإدارة ولا بالبنك. عشان كده الانتاجية عندنا بتكون مختلفة، بتكون انتاجية كويسة. لكن السعر الآن اليوم شوال القمح في الخلا ب 44,000، بيشتروا منك كاش الآن القمح كاش ب 44,000، والدولة سعرته ب 43. أنا الدولة عايزاه ب 43 في الشون أو في الطرناطات. أنا الشوال بيكلفني كل حاجة
3000 جنيه، فيبقى انا ذاتي اسلمه ب 43 ليه؟ اذا كان صار مضطر ابيعه في الخلف ب 44 بدون تكاليف، بدون ترحيل، بدون عتاله. يبقى السعر ده ما في مزارع بيسلم قمحه للدوله ب 43 على الاطلاق، لانه السوق مختلف تماما من سعر الاداره، والحصاد بدا له يومين، القمح ارتفع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين حسن علي البنا الضنيقيل الحاج عبد الله القسم الجنوبي. أنا دار أخش في موضوعنا المباشر، موضوع سعر التركيز لجوال القمح 43. حقيقة السعر ده غير مجزي، غير مرضي، غير مربي لطموحات المزارعين. عبركم برضو حقيقة لا يفرنين، وحيي كل زراع بلادي على مستوى السودان الحبيب، يعني على كل مستوى السودان. التحية للقابضين على جمر القضية مزارعين، لكم تحية الصحة والعافية. فزي ما يعني أسلفت إنه سعر التركيز ده غير مقبول، غير مرضي، غير مجزي، غير يعني محقق لطموحات المزارعين الحقيقة، لأسباب عديدة حقيقة. يعني ألخص فيها منها إنه حقيقة السنة دي كان في رفع للدعم على العقود، أترتب عليه يعني بصراحة زيادات في التحضير في المسائل دي. في برضو المدخلات، برضو الناس اشتراها بأضعاف أضعاف أضعاف أسعار الحقيقية حقيقة. يعني وصل شوال اليوريا ل 48 50 52 في بعض الأحيان. فبالتالي الأسعار دي غير مقبولة، غير مرضية، غير مجزية حقيقة. إضافة لأنه هسه الليلة بعد ما اللجنة المختصة حددت سعر 43، حصلت زيادات في 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 المشتقات البترولية تقريبا يعني 25-30%، ولسه الموضوع انا اتخيل لنا هنبدا الحصاد المزرعه بتوصل 40-50% زيادات بتاعت محروقات بس، يعني غير الحاجات الثانيه من يعني اللي بتكمل الحصاد. الشيء الثاني ده اقوله، نحن برضه في بيار البزيقيل تعرضنا لهزه قويه، لانه خرجت البياره دي من الخدمه، وبالتالي يعني بترتب عليها يعني لإنسان القسم الجنوبي مشقة، وبالتالي السودان مشقة كبيرة شديد. أتمنى من القائمين على أمر الدولة وخص فيني اللجنة الاقتصادية برئاسة محمد حمدان دقلو حميتي، إنه يقفوا على الموضوع ده، لأنه حقيقة دي أكبر من جهد المزارعين، أكبر من طواهين. برضو بصراحة أشيد بدور الوالي حقيقة، هو كان متفهم بيجاوب معانا كثير الموضوع، لكن كبير شوية، بيحتاج وقفة على مستوى اللجنة الاقتصادية العليا. فنحن أنا قاعد أقول حقيقة أن القسوة الجنوبية ومزارع الجزيرة ظل بصراحة الداعم الأول لاقتصاد السودان، وهو يعني يمثل يعني غذاء إنسان السودان بصراحة بصورة قوية شديد، لو لقى الدعم ولقى المؤازرة والمعارضة. حقيقة الأخوة في الكندرون بقول لي جوزت زمنك، أجيب على كده حاولت أختصر لكم حياة الصحة والعافية، وتحية لكل مزارعي السودان الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم مالك عبد العزيز أحمد، مزارع في مشروع الجزيرة والمناقل قسم الحبوبة مكتب الركن. نستقبل حصاد القمح ونحن لم نستفد من أخطاء الموسم السابق دائما. أولا بملازمة العطش في بداية الموسم ونهاية الموسم، ونتمنى من وزارة الري مد فترة قفل الخزان إلى أن يخرج المزارعين محصول القمح، علما بتأخير الزراعة في بداية الموسم بسبب المياه. وبالنسبة إلى الحصاد، لم نسمع عن تطمينات إلى توفير الجازولين علما بارتفاع الجاز في فترة الحصاد، توفير الخيش بأسعار مجزية، توفير الحاصدات إلى حصاد القمح، توفير الموازين إلى استلام القمح من المزارع. تم إعلان إلى السعر التركيزي إلى القمح وزن 100 كيلو 43 ألف، وهذا السعر غير مجزي إلى المزارع لارتفاع أسعار المدخلات ووضع ضرائب عالية على المزارع. قابل المزارع صعوبات كثيرة، عدم وجود المدخلات في مواعيدها، وزيادة أسعار اليوريا بطريقة جنونية وصل حدها إلى 50 ألف جنيه للجوال الواحد، انخفاض المياه في بداية الموسم وفي نهاية الموسم، وعدم وجود كراكات لتفريك الترع والمواجر، ري المحصول بالطرمبات والجازولين مما زاد ارتفاع التكلفة. نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا.
حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.